مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. هل تعتقد أن البشر غير قادرين على تقديم المساعدة إلى أنفسهم وإلى الحيوانات؟ نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه المشاهد الرائعة التي فيها استطاع البشر تقديم المساعدة إلى بعضهم البعض، مما سوف يجعلك قادر على الإيمان في البشر وبوجود الخير فيهم مرة أخرى من جديد. هيا بنا لنبدأ. سلام من الله عليكم متابعي قناتها هل تعلم. هذا الرجل العطوف قرر تقديم المساعدة إلى هذا الشاب وإعطاء هذه السترة له لكي يستطيع حماية نفسه من كل هذه الأمطار. أثناء التواجد في إحدى إشارات المرور، تم تصوير هذا المقطع الرائع لمجموعة من الأطفال الذين كانوا يتبادلون الألعاب والحلوى، حيث أن هذا الطفل الذي كان يركب هذه العربة كان يقدم الألعاب لهذا الطفل المسكين في مشهد رائع جداً. هذا الشاب كان قادر على وضع يديه بهذه الطريقة عند هذا الأنبوب حتى لا تتعرض رأس هذه المرأة العجوز إلى الاصطدام فيه. وهذا الرجل الآخر أثناء العودة من العمل كان يرغب في النوم، وكانت رأسه على وشك الاصطدام في هذا الجزء الحديدي من الكرسي، لكن الرجل قام بوضع يديه بهذا الشكل حتى يمنع حدوث هذا الشيء لهذا الرجل. هذا الطفل أعطى هذا الرجل رسالة كان قد كتبها إلى زوجته، وكان يشكر فيها زوجته بدرجة كبيرة، علما بأن هذا الطفل كان يتم تربيته بالتبني، مما يؤكد على أنه كان يعشق هذه الأسرة لدرجة كبيرة. هذا الطفل الكفيف غير قادر على رؤية المباراة، ولكن والده من خلال هذه الطاولة قادر على وصف ما يحدث في المباراة، حتى الطفل معرفه ما يحدث مع اللاعبين وكيف تم تسجيل الهدف. كانت هذه المرأة تلاحظ وجود هذا الرجل مع الكلب الخاص به في الشارع، ولهذا في اليوم التالي قامت بإحضار بعض من الطعام حتى يستطيع تناوله مع الكلب الخاص به والحصول على بعض من الدفء. تعتبر هذه طريقة أخرى من طرق المساعدة التي من الممكن أن يقدمها أي شخص إلى شخص محتاج، حيث قام هذا الرجل بإعادة قص شعر هذا الرجل المتسول حتى يحسن من مظهره. هكذا تعاون كل سكان القرية مع بعضهم البعض حتى استطاعوا إخراج هذه السيارة التي كانت قد سقطت من فوق ارتفاع 100 متر.
بعد انتهاء المباراة قام هذا اللاعب بإعطاء القميص الخاص به إلى هذا الطفل المسكين، مما أثر فيه بدرجة كبيرة، وكان الطفل يبكي من شدة الفرح. وهذا مشهد جميل جدا لمجموعة من لاعبي كرة السلة الذين قد ذهبوا لزيارة الأطفال في إحدى المستشفيات، وكانوا يحاولون نشر السعادة بين الأطفال بهذه الطريقة. قام هذا الرجل بتقديم الدعم المعنوي لهذا الطفل المريض المسكين عن طريق ارتداء ملابس الرجل العنكبوت، لأن هذا الطفل كان يعشق الرجل العنكبوت، مما جعل الطفل يشعر بسعادة كبيرة، وهذه السعادة سوف تعود بالإيجاب في العلاج الخاص به. بعد أن عاد هذا الطفل من المستشفى حيث كان يشكو من مرض خطير، تقدم الكثير من سكان هذه المنطقة في هذا العدد الكبير لتقديم الهدايا والألعاب لهذا الطفل. لو كنت تعتقد أن هذا اللاعب لطيف وسوف يعطي الكرة إلى هذا الطفل، لكن في الحقيقة أن الطفل كان أكثر حب وإخلاص حيث قام بإعطاء الكرة إلى هذا الطفل الأصغر منه. دائما ما يشارك هذا الشاب في مسابقات الماراثون مع والدته التي تركب فوق هذه العربة المخصصة حتى يستطيع مشاركة كل هذه اللحظات معها. هذه الفتاة العقيدة كانت في يوم من الأيام ضمن أفراد هذا الفريق، لكنها تعرضت إلى حادث خطير جدا جعلها غير قادرة على التحرك، ولكن تم تكريمها في هذا المشهد حيث كانت قادرة على ضرب الكرة بهذه الطريقة والكل كان يحتفل بها. لم يتخلى هذا الأب العقيد عن ابنته وكان قادر على المشاركة معها في هذه المسابقة، مما أثر بدرجة كبيرة في الكثير من الحاضرين. يوجد بعض من الجيران الذين يتمتعون بسلوكيات رائعة جدا، ومن بينهم هذا الرجل الذي كل يوم يقدر على سقي هذا الزرع بطريقة مستمرة وتقديم الطعام إلى هذه الكلاب. الكثير من سكان هذه المنطقة كانوا يدركون أن هذا الكلب يحتاج إلى المساعدة البيطرية على الفور، لكنهم غير قادرين على نقل هذا الكلب إلى أقرب طبيب، حتى قامت هذه الفتاة المعروفة باسم أماندا بتطبيق هذه الفكرة، والتي فيها قامت بالاستلقاء على الأرض كما لو كانت جريحة حتى جاء هذا الكلب واستقر بجانبها لفترة طويلة، مما أدى إلى تكوين علاقة الثقة بينها وبين الكلب، وبعدها استطاعت نقل الكلب إلى الطبيب البيطري لتقديم المساعدة له، ومن ثم أصبح من أفضل الأصدقاء لها. كان يحتاج هذا الكلب إلى الرعاية من قبل مجموعة من الأشخاص، حتى أنه في يوم من الأيام قام
قام بالوقوف في الشارع أمام هذه العربة لكي يستعطف من كان يوجد بداخلها لكي ينقله معه للمنزل ويقوم برعايته، ونجحت الخطة في النهاية في مشهد مؤثر جداً. تعرضت هذه القطة إلى السقوط في المياه وكانت غير قادرة على الخروج منها، حتى قامت هذه المرأة بتقديم المساعدة اللازمة لها. هذه المرأة كانت مصابة بمرض السرطان وتخضع للكثير من جلسات الكيماوي مما أدى إلى فقدان شعرها بالكامل، لكن هذا الابن كان يدعمها بدرجة كبيرة حتى قام بقص شعره هو الآخر. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.